السكه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. خالص اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب تتكلم خالص. طيب حاضر. طيب طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك. الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ. الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه انت شوف شغلك. ايه بلاش لماضه مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه مش شايفاني عاجز ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه. ده سوكسيه. البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوق اتفاني ايه دي؟ يعني مصروف كده روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس. انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز. انت بتتكلف مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور. تلعب كده ولا كده هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعش عشو. بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية ما نحبش تاكل حق حد ابدا. خدهم قد كده على قلبك تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم. ربنا ما يحرمكم من نظركم. ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك. خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري. يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس.
خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله شيلين حد. هدي هدي كويس. كبت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. قال يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ قال اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادلي انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علوالي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو.
بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا ايه؟ شوية ومعايا واد كمان كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ هموش مال متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحنيت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا، بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. ايدي امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. ايه ده؟ ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك فين؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. ما تسول. حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير تسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. لغيظني ان ده موسم، موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. صارمة. ايه؟ صارمة، اسمي صارمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والصارمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود.
كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حسبهم لمين يا عباد؟ صرمه. ايه صرمه؟ حسبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها موش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقى شيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمك؟ ايه هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. تعالوا فرحين، بدكم خيمة بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش من عينك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطيني الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تمام، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينه عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. شمو والسلام امانه يا غبي. Ha, 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 ha.
ايه يا جدعان؟ ايه يا سيبوه سيبوه اوعى سيبوه سيبوهم سيبوهم بسوء كنت عايز تعمل لي عاهة عايز نشحت حطوه حبس سنفرادي ينصر دينك انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها